أما الحكيم الشمردل يا مولاي، ده كان راجل من أهل العلم والتدبير، خدم العلم حتى قطاعات وملوك طوائف الجن بأشكالها وألوانها، وتمكن الحكيم الشمردل نتيجة خدمته للعلم من الوصول لأربع زخاير كنوز قيمتها ورا الخيال بخيال. أما الكنوز الأربعة يا مولاي فهي السيف الناري، وده سيف لو سحبوا فارس على جيش كامل لحصدوا حصد، ولو وجهوا للشمس يصدر عنه شعاع يحرق جيوش بحالها. وأما الخاتم فله خادم اسمه الرعد القاصف، يقدر يسير الرياح والزوابع ويطلق عنان البحور فيضانات ما يقفش في سبيلها شيء. وأما المكحلة يا ملك الزمان فاسمها مكحلة الكنوز، لو اتكحل منها إنسان تنكشف عليه الكنوز المستخبية في جوف الأرض من قديم الأزل. وأما دايرة الفلك فمراية كبيرة تنعكس عليها حركات النجوم والأفلاك.